بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تبسيط العلوم. سنتعرف اليوم على تعريف كلمة الطرف 5 إلى الطرف 3 شرطة في خيط الدي إن إيه. ما معنى هذه العبارة ومن أين تأتي؟ عندما ننظر إلى خيط الدي إن إيه المزدوج سنجد أنه خيط حلزوني مزدوج كما نرى في الشكل التالي، ومكون من 4 نيوكليوتات معروفة، وهي الـ A أدينين، T تايمين، C سيتوزين، G كوانين. وعندما نعمل على فك هذا الخيط الحلزوني المزدوج نجد أنه مكون من خيطين في الحقيقة، الخيط الأول والخيط الثاني يلتفان حول بعضهما في شكل حلزوني مزدوج، ولكن أيضا كل خيط منهم يتكون من مجموعة من النيوكليوتات، ونجد أن أحد الخيطين يبدأ من 3 يقابله الخيط الثاني في الطرف 5. أما الطرف الخيط الأول إذا كان في الطرف 5 يكون الخيط الثاني في اتجاه الطرف 3، وبالتالي فإن الخيطان المتعاكسين أحدهما من الطرف 5 شرطة إلى 3 شرطة، والخيط الثاني يكون في اتجاه المعاكس 5 شرطة إلى الطرف 3 شرطة. ولكن ما معنى كلمة الطرف 5 وما معنى كلمة الطرف 3؟ إذا نظرنا بتمعن إلى أحد الأطراف وليكن الطرف 5 شرطة، فإن ونرى النيوكليوتيد اللي موجودة في هذا الطرف سنجد أن هذه النيوكليوتيد أو هذه القاعدة مكونة من 3 مكونات رئيسية كما قلنا مسبقا. أول شيء هو القاعدة النيتروجينية، وثاني مكون هام جدا في النيوكليوتيد هي مجموعة السكر أو الديوكسي ريبوز، والمجموعة الثالثة هي مجموعة الفوسفات جروب أو مجموعة الفوسفات. هذه هي 3 مكونات رئيسية لأي نيوكليوتيدا. وعند النظر إلى مجموعة السكر ريبوز أو الديوكسي ريبوز الموجودة في النصف سنجد أنها بها عبارة عن 5 ذرات كربون، وكل ذرة من هذه الذرات لها ترقيم، فذرة الكربون الأولى تسمى ذرة الكربون رقم 1، ثم ذرة الكربون الثانية ذرة الكربون رقم 2، ثم 3، ثم 4، ثم 5 كما يرى في هذا الشكل التالي. وبالتالي فإن طرف 3 يقصد بها ذرة الكربون رقم 3، أما ذرة الكربون رقم 5 فمقصود بها ذرة الكربون رقم 5 والتي ترتبط بمجموعة الفوسفات. وبالتالي فإن هذا هو معنى كلمة الطرف 3 للطرف 5. ولذلك إذا نظرنا إلى كل خيط من الخيوط سنجد أن الخيط في الطرف 5 يقصد به أنه ينتهي النيوكليوتيدا تنتهي بالطرف 5 والتي تمثل آخر النيوكليوتيدا غير مرتبطة في الخيط. أما المقصود بالطرف 3 في الخيط أن آخر الخيط تنتهي بنيوكليوتيدا غير مرتبطة من الطرف 3 أو من ذرة الكربون رقم 3، ويجب أن نعلم أن الخمسة وذرة الكربون 5 و 3 هي الذرات التي ترتبط بنيوكليوتيدات الأخرى، بمعنى أن ذرة أحد النيوكليوتيدات ترتبط من الطرف 3 أو من ذرة الكربون رقم 3 ب النيوكليوتيدا الأخرى في الطرف 5 من النيوكليوتيدا الأخرى وهكذا. لذلك الطرف 3 مهم جدا في الارتباط بالنيوكليوتيدا الأخرى من الطرف 5 من النيوكليوتيدا التي تليها وهكذا. فإذا ولد بالنيوكليوتيدا بها طرف 5 حر وطرف 3 مرتبط نقول أن هذا الاتجاه يكون اتجاه 5-3. أما لو كان بدأنا بالنيوكليوتيدا تنتهي بطرف 3 حر وطرف 5 مرتبط فبالتالي يكون العكس. لذلك بيكون أحد الخيطان في هذا الاتجاه والخيط الآخر في الاتجاه الآخر. ويجب أن نعلم أن دائما في الطبيعة أو في الكائنات الحية تكون البناء التاك بوليمريز أو إنزيم التاك بوليمريز يكون دائما في اتجاه 5-3. فيبني على طرف على خيط قالب اتجاه 5-3، وبالتالي فإن يبدأ في اتجاه 5 البناء وينتهي بالنهاية رقم 3 كما نرى. هذا هو ما يحدث دائما في النظم الحية في بناء الـ DNA. فإحنا نستطيع أن نقول أن
خيط التاك انزيم التاك بوليمريز دائما يبني على خيط في اتجاه 5 3 وليس في اتجاه 3 5. نرجو ان تكون هذه الحلقه قد حصلت على اعجابكم، وان شاء الله تعالى الى مزيد من الحلقات القادمه، ونسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.